حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم، واللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب رسائل توصلنا على البرنامج المخصص للواتساب، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. ولا حد يزعل علينا، رقم الواتساب غير مخصص لا للاتصال ولا لأي فيديو أو رسالة صوتية، ما أقدر أعرض أي شيء من هذا القبيل، فقط رسائل مكتوبة. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو الملف اللي مدى يرضى يترك برنامج صوتكم فعليا بسبب كثرة المقاطع اللي تصورها الناس والسياسيين ولا عبالهم شيء. لنحكي عن القطاع الصحي المنهار، بس اليوم ما راح نحكي عن واقع القطاع الصحي، راح نحكي عن الاعتداءات اللي جاي تصير ضد الكوادر الطبية بالمستشفيات. أطباء وممرضين عبروا عن مخاوفهم من تزايد هاي الحالات، هي حالات الاعتداء ضد الطواقم الطبية بالمستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء. هذا كله دا يصير بظل الانفلات الأمني اللي دا يصير بالعراق، أيضا عجز الحكومة، حكومة الإطار التنسيقي اللي رأسها محمد الشيع السوداني، عن توفير حماية لهم. مصادر صحفية كشفت عن تسجيل خمس اعتداءات متفرقة صارت ضد ناس تشتغل أو أطباء أو ممرضين داخل المستشفيات خلال أسبوع واحد في العراق. آخرها الاعتداء اللي صار على الطاقم الطبي بمستشفى ابن الخطيب ببغداد من قبل ذوي امرأة متوفية، وصار هذا الاعتداء بحضور ضابط كبير برتبة لواء بوزارة الدفاع وأفراد حمايته ومن دون سابق انذار. المقطع أو الفيديو أظهر حادثة الاعتداء على الملاكات الطبية بمستشفى ابن الخطيب، واللي رافقتها اشتباكات بالأيدي بين المعتدي والكوادر الطبية. هذا الشيء اللي أدى إلى إصابة شخص بجروح خطرة. خلونا نشوف اللي صاير وياهم. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، الصورة أخير دليل أو اللي هي دا يعبر لكم أكو ناس تشتغل، ناس ممرضين، ناس لابسة الرداء الخاص بالمستشفيات، وأكو ناس دا تضرب. هذا مو فيلم هوليوودي، هذا مو فيلم أكشن، هذا 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 فيلم دا يصير بالعراق بشكل يومي. هذا دا تشوفوه أمامكم هو أكبر جريمة بحق الطب والأطباء والعاملين بهاي المهنة. الطبيب شنو شغله؟ الطبيب يعالج، لكن أكو شيء اسمه قضاء الله وقدره. امرأة توفت إلى رحمة الله، عمرها أمر ربك. زي أنت من تجي تضرب الطبيب أو تضرب العامل بهاي المستشفى ده تعترض على شنو؟ يرجع لك الميت من الموتة؟ ما تضبط. طبعا اعتداء ابن الخطيب إجي وراء اعتداء ثاني. هذا الاعتداء صار وين؟ همينة ضرب على طواقم طبية، بس هذا بمستشفى البنوق الأهلي بالعاصمة العراقية بغداد. طبعا اللي سووا الاعتداء هذا واللي راح تشوفوهم هم مجموعة من ذوي أحد المرضى، واللي أسفر عن إصابة عدد من العاملين بالمستشفى بإصابات متفاوتة. خلونا نشوف. يعني الفيديو مثل ما تشوفون ضرب ورجلين ودفرات وبوكسات. اكو سؤال ينطرح هنا،
ماكو أمن؟ أو الأمن مع المستشفى شنو شغلهم؟ في كل بلدان العالم أكو ناس تسول لها نفسها أنه مثلاً عند مريض أو عند شيء عند مشكلة ويا أحد الأطباء يطب للمستشفى يريد يتهجم، بس ما يقدر لأن أكو أمن بالمستشفى توقف وتنهي الموضوع، وراها أكو هواية إجراءات تصير. بس اللي دا يصير بالعراق أنه مجموعة الحماية أو الأمن مع المستشفى ما موجودين نهائياً، والفيديوهات الاثنين اللي عرضناهن تبين لكم الحال المزري اللي دا يصير بالمستشفيات. فوق ما مستشفيات العراق خالية من الأدوية، فوق ما مستشفيات العراق خالية من التكييف ومن الراحة، خالية من النظافة، خالية من المتابعة، خالية من كل شيء، بها إهمال مو طبيعي، بها فساد مو طبيعي. فوق هذا كله اللي يشتغل بهذا المجال أكو حالتين بالعراق، يا أما متاجر يا أما هذا حاله. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك علي عبد الله الشبلي يقول: الوضع منفلت ببغداد، أهل الصراعات السياسية شوفوا حل الناس، ساعة مركز شرطة، ساعة مستشفى، ساعة رجل مرور، خلوا هيبة للدولة والقانون. حسين الساكني: العراق صار مهزلة المهازل، الطبيب ينضرب، المعلم ينضرب، الشرطي ينضرب، والله مهزلة. نعم. عباس طاكي يقول: بلد بلا حكومة ولا سلطة ولا قانون يحكمها أحزاب، كل همها السرقات، لا عجب ولا غرابة في هذه الخرابيط. ومسلم السامرائي: حقها تصير مشاكل، لا هم يشوفون الأحزاب جاي تسرق وتقتل، شلون ما تصير مشاكل في الشعب. أحد التعليقات اللي علقها الأستاذ حسين الساكني يقول: العراق صار مهزلة لأن الطبيب ينضرب والمعلم ينضرب والشرطي ينضرب. نعم، مهزلة أن ينضربون دولة ثلاثة. الشرطي هو المسؤول عن أمنك، والمعلم هو المسؤول عن مستقبلك أنت كمواطن في هذا البلد، لأن هو يعلم أولادك وأولادنا وأولاد العراقيين، فهو يعلم الجيل اللي راح يكونون بناة المستقبل. والطبيب هو اللي عالجك، فبكل الحالات هاي جريمة بحق نفسك أنت لما تشوف الشرطي ينضرب وأنت ساكت، وتشوف المعلم ينضرب وأنت ساكت أو تمارس هذا الشيء، وتشوف الطبيب ينضرب وأنت ساكت أو تمارس هذا الشيء. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله المشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ أفل. إحنا بالعراق من 2003 لحد الآن من نشوف التعدي اللي بيصير عندنا، سواء على كادر الطبي، سواء إلى المعلم، سواء على ضباط الشرطة. هذا دلالة يعتبر بأنه ما حكومات الاحتلال اللي حكمت العراق غير حكومات وطنية، وغير قادرة على هيبتها، وغير قادرة على مكانتها حفاظا على القوات الأمنية، قوات الجيش، قوات الشرطة، أو وزارة الصحة من أطباءها ودكاترة، الدكاترة اللي موجودين عندنا بالمستشفيات. هذا دلالة على ضعف المكان اللي عندهم وقلة يعني العمل الكفو للمواطن العراقي. فهذا من يعتبر من يكون المواطن يعني يدرس على شرطي او كادر يعني طبي، هذا يعتبر انه الوزاره اللي بيها من يحكم بها الوزير يعني ما انه كفو اداره البلد، وما كفو انه يقدم خدمه للمواطن. فدلاله على المواطن من يشوف هيك امور انه عنده قوه استعداد يتعارك اذا كان شرطي ضابط، اذا كان يعني دكتور، فيتعدى عليه. ليش؟ لانه ضعف القانون عندنا، وسبب السلاح المنفلت. يعني كثير عندنا من يعني من الدكاتره القتلى، وكثير عندنا من الضباط القتلى. هذا دلاله على قوات الاحزاب اللي قاعد نشوف الشعب، من نشوف هاي الامور. فطبعا المواطن يعني يصير يتجرا على طبيب، على شرطي. فمن يشوف الوضع يعني ما عندنا قانون وما عندنا التزام انه دولة يعني إلى احترامها، فيصير عندنا تعديات، ويصير عندنا متجاوز على بعض الضباط. وعندنا القضاء أيضا هو فاسد، وقضاء غير يعني صالح بأنه حكم مع حكم الأحزاب، ما منه أنه يحكم مع حكم القانون وهيبة الدولة. فالقضاء عندنا بالعراق يعني تابع للأحزاب، ممكن إذا صار تعدي على دكتور، ممكن إذا صار تعدي على ضابط. فالقضاء يكون من هذا الجانب إلى دور هذه الأحزاب،
ما يكون للمواطن وما يكون انه السبب اللي تعدى او القتل ياخذون حقه. فعندنا ضعف اللي صار عندنا بالجهاز الامنيه او وزارات الصحه، عندنا ضعف يعني كثير يعني من 2003 ولحد الان، وهذا يعتبر راجع للدوله، راجع للوزاره، وراجع لرئيس الوزراء اللي قاعد يحكم. ماكو سلطه عندنا وماكو قانون تردع هذه الامور اللي جاي تتكرر من ضرب الدكاتره والتجاوز عليهم اثناء المستشفيات. هذا كله سبب خلل وسبب تعطيل هاي الاجهزه وسبب انه ما تقدم للمواطن شيء. فنلاحظ هذه التعديات اللي قاعد تصير، واني اشكرك وتحياتي لقناه الرافدين. شكرا لك ابو عمر. ابو عمر حكى عن 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 نقطه، هي المشكله انه لما اوجد الشعب العراقي الميليشيات واللي اصبحت هي السلطه والحكم في البلد بديها، أوجد هاي الميليشيات هي اللي قامت بتصفية علماء العراق وعقوله من أساتذة جامعيين، من دكاترة، من أطباء، من طيارين، من ضباط. فأصبح الحال وراء 20 سنة من الاحتلال أن لا قيمة لشرطي أو معلم أو دكتور، فهو هذا هو السبب الأساسي بالموضوع. علي من بغداد ويانا، حياك الله. طاب الله المساء على هالوجه الطيب، حياك الله والإنسان الخلوق، وإن شاء الله يا ربي العفو والعافية وجمعة مباركة علينا وعليكم بالخير. آمين وأجمعين يا رب. والسلام عليكم ولكل اللي يستمعكم هاي الإذاعة الموقرة اللي دائما الصوت الحقيقي العراقي اللي توصله لكل الناس الطيبة. عالرأس والله، أجمعين إن شاء الله. أستاذ أفل أنت طيب. الله يسلمك. أستاذ عمر يعني أنتم ناس مرتبين مبينين سبحان الله. والدي يقول الله يرحمه يقول الإنسان الله يرحمه ابني تريد تعرفه إنسان طيب، العلامة بوجهه، فأنتوا العلامة بوجهكم الطيبة إن شاء الله موجودة بالقلب الأبيض. الرأس أخوي. الله يحفظكم. الله يسلمك. أستاذ أفل طبعاً على هذا الموضوع مال المستشفيات، أستاذ أفل إحنا عايشين في مأزق. نعم. العراق. مو بس المستشفيات، الكادر الطبي ده ينضرب ده ينهان. شو اليوم أكو طبعاً أحد الإذاعات وأحد البرامج التواصل الاجتماعي عرضت موضوع اليوم، ما أدري البارحة أستاذ. معركة مدري وين بأحد المناطق الشعبية المدينة البلديات، دورية مع الشرطة ينزلون عليها وحاطين السيد وبيكا بمظللة وعلقت وصار مضارب ويا الشرطة. هم أتمنى طلع أستاذ يشوفوا العالم، هم نشروه على التواصل الاجتماعي. أستاذ احنا عايشين في مأزق ومهزلة. نعم. هذول هالعصابات اللي ما يجوهم لا شرطة تقدر لهم، مكافحة تقدر لهم، والله شرطة اليوم أنا باوقف لحد التواصل الاجتماعي موتوه بوكسات وفشار علني على تواصل اجتماعي، افشار يعني قوي قوي افشار يعني. والله شنو السبب؟ صور هيك من عرضك هيك. والله استاذ ما ادري شوف واقفين على صفحه بنص الشارع هم ويقوب الشرطه قالوا ما طلعوا وصورهم وحاطين صوره السيد الامام الكعبه، ما ادري ما اعرف يعني شنو الوضع الفولتر احنا ما نعرف. يعني شوفه هسه تقرا طلعه من عبر من اليوتيوب استاذ مبينه. يعني في وضع مهزلة ولا يصير ابراهيم. نعم. وإذا نرجع عندك تشوف يعني استاذ أفل يوميا احنا هذا المأزق عقول فارغة. نعم. اكو عقل مليان. نعم. نعم. الله كريم استاذ أفل، اكو الله كل شر الحقيقة رب العالمين، لازم رح يجي في يوم رح يكون على هاي المهزلة اللي بها العراقيين، لازم الله رح يخلي ناس يحكمون هذا البلد. نعم نعم. شكرا شكرا لك اخوي علي. حكينا عن 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 قضيه المستشفيات والاعتداء على الكادر الطبي، والاخوه المتصلين ابو عمر من بغداد وعلي من بغداد ايضا حكوا الاعتداء على على عناصر الامن. طبعا هاي الظاهره تعكس لكم حجم الفوضى الامنيه اللي موجوده بالعراق وغياب القانون بشكل اساسي. مقطع مصور يطلعون بعدد من عناصر الميليشيات، تخيلوا ميليشيا تهاجم مركز شرطة، هذا اللي صار بمركز شرطة أبو تشير بالعاصمة العراقية بغداد. شنو اللي صار؟ ذولا عناصر طبوا على مركز الشرطة واعتدوا على المنتسبين اللي تابعين إلى وزارة حكومية سيادية بالضرب. خلونا نشوف. بالتليفون
دول من الشباب حاطوا صورة سيد مختفي هاي السيارة رقمها هذا مسؤولهم كثير راح تمسوهم رقم السيارة حاطين صورة السيد تابعين السيد مقتدى على اساس سهل سهل هذا فشر ما خله هذا جيبه جيبه في هذا هذا ابو نسر هذا 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 هجم وهدد يطلع تحياتنا للاخ علي من بغداد. هذا مقطع الفيديو اللي كان دا يحكي عنه. بس هذا الفيلم الهندي من اخراج الميليشيات العراقيه. كل بلدان العالم الشرطه تحكم تعتقل وتحاسب، ولما تشك بواحد تقدر تسحبه وتساله وتجاوبهم، والناس تخاف منهم لانك ما تقدر تحكي وياهم بنبره ما تعجبهم، لان يقول لك ذولا مسؤولين عن امن البلد. بس بالعراق الشرطي يتوسل هو وسلاحه ورشاشته ويقول له يا بابا روح، والضابط يتوسل والاخ يفشر ويغلط ويسب عادي. ليش؟ لانه هذا اللي ابو البيك اب فوق القانون، والمواطن صار فوق القانون، والميليشيا صارت فوق القانون، والحزب صار فوق القانون، والسياسي صار فوق القانون، وابن عم السياسي صار فوق القانون، وابن عم الخياط اللي خيط بدلة العرس مال السياسي صار فوق القانون. بينما المواطن واللي يشتغل بالقانون هذا ينداس. من مظاهر الانفلات الأمني بالعراق وضعف سيطرة الحكومة وغياب سيادة الدولة هو انتشار السلاح وسلطة الميليشيات وتغولها. تخيلوا عملية هروب ناجحة لمتهم من أمام محكمة الديوانية بمحافظة القادسية. هذا اللي راح تشوفوه بالمقطع اللي راح نعرضه بعد شوية، اللي وثقوه المارة والناس اللي دا تمشي قدام المحكمة. اعتداء شقيق المتهم على الشرطة، دهس أحد عناصر الشرطة، هاي جريمتين لحد الآن غير الهروب. أثناء عملية هروب لمتهم، هاي الجريمة الرابعة لأن الهروب جريمة، اعتداء على شرطي جريمة، دهس شرطي بسيارة، هاي عن يعني شروع بالقتل عن سبق إصرار وترصد، هاي جريمة. وغير التهمة اللي هو متهم بها أصلا، واللي هروبه أثبت دلالة هاي التهم أصلا. مصادر أمنية ذكرت أنه عملية الهروب هاي أدت إلى إصابة شرطيين اثنين بجروح. خلونا نشوف. شوف ذولا يرمون وراء، هذا يرمون عليه من خاشي، والله شرط سجين. يرمون عليه؟ هذا يرمون عليه من خاشي، والله شرط سجين. يرمون عليه؟ سجين شرط سجين. لاصق؟ كلبش. لا لا صاحبه. كمشي الشرطة ناوي عليه، كمشي الشرطة ناوي عليه، راح يعارض، راح يسحق سحق الشرطة، خرب عرضه سيارة بدون أرقام. هم أنا أحب أقول لكم هذا مو فيلم هوليوودي أكشن لعملية هروب لأحد الممثلين من أمام مكان أو شيء أو فالت من إيد مجرمين. لا، هذا فالت من قبضة عدالة. يعني الأخ هسه هو هارب، واللي وياه مسوي هو همينة جريمة، لو معتدي على موظف بالحكومة. وموظف وين؟ بوزارة الداخلية، وزارة سيادية. دا تشوفون سيادة القانون وسيادة الدولة إلى أي مرحلة وصلت. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا أيضا من منصة فيسبوك، عبدو جاسم يقول صدق كذب، والله ماكو لا دولة ولا قانون، يعني حتى الشرطة كتلوهم وسحل، شو السالفة؟ وين قاعدين يا زمن هذا؟ زمن الميليشيات. ماجد المالكي يقول الله يطيح حظ، هيج حكومة ما تقدر تحمي نفسها.
أما أحمد يقول ميليشيات سائبة وقذرة وتعتدي على الجميع لم يخلص منها أحد، كل هذا بمباركة من قياداتهم وقادتهم، إلى متى هذه المهازل يا وزير الداخلية؟ جاوب أستاذ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. أبو أمير، هاي لو المدير المركز والضباط نزيهين وما يأخذون رشاوي من المواطنين ويطبقون القانون بصورة صحيحة كان ما صار اللي صار. هي المشكلة أنه مو بس مدير المركز أو الضباط، خلينا نكون واقعيين، من الممكن أنه الإخوان فعليا ما يأخذون رشاوي، بس المشكلة أنت الدولة، هذا الهرم كله فاسد، من رئيس الدولة إلى رئيس وزرائها إلى رئيس برلمانها إلى أعضاء البرلمان إلى أعضاء الحكومة إلى المدراء العامين إلى رؤساء الأقسام إلى المعلم إلى ما أعرف شنو، عدد كبير من هؤلاء يشتري المكان مشترى. فأنت تخيل إذا هو تعين بمكان مشتري وهو مو من حقه، فشلون راح يحافظ على وظيفته أو يرجع المالات اللي دفعهن إذا ما يكون فاسد؟ فأنت المنظومة السياسية أو ما تسمى بالعملية السياسية، وهي مو عملية، هي عبارة عن تفليش سياسي، كلها فاسدة، فما بالك باقي مؤسسات الدولة. أبو زينب من النجف، حياك الله. السلام عليكم. صحة وعافية. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد، شوف يوم كل هاي الأخبار يعني المتواترة في مجلس النواب، وضعت خطة مجلس النواب لمناقشة مجموعة من القوانين المهمة. يا بشني هاي القوانين المهمة، اجى 15 شعبان واجى 1 رمضان واجى تأمين العيد الأصغر مال رمضان وتأمين العيد الأكبر ماله والحجاج الشهر راحوا وبداية 1 محرم و10 محرم وال40 زين 40 وبعد العاشر ما صار الخطة الأمنية والكذا، يأدري بعد 40 يوم. أكو أشياء مهمة تهم الشعب العراقي، واحدة من عندهم مثلا قانون النفط والغاز دائما يركنون على الجسم، قانون حماية المعلمين والمدرسين، ماكو قانون زيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين، ماكو أي شغلة، قانون العفو العام لا تنساه، قانون العفو العام جايك منين، ماكو قانون الخدمة العسكرية اللي خاصة اللي حتى بالثمانينات واللي يعني ينص عليها القانون كانت تعتبر خدمة مضافة مضاعفة لأنه قانون حركات. نعم. يا بدو بيزور لذول المساكين المقار، يقول لك لا لما تطلع تقاعد، زين لما نطلع تقاعد شطوني والله حسب شهادتك، جيت تطلع من شهادة 10% من الاسمي، زين مالت ذول العجباء والفنانين والصحفيين دول هم سبب وعماد وطيعة المجتمع، دول الجنود المجهولين صار لهم سنة سنتين يقشمرون بهم، اليوم في مطلع العام الجاي، في مطلع الأسبوع المقبل، في مطلع عيب يكذبون، هي قحط هي تفاليس. هنا وين دور رئيس الاتحاد العام والعجباء الكتب؟ وين دور نقيب الفنانين نقيب الصحف؟ دولة كلهم موالين للسلطة. زين انتو قاعدين وقل لك العطلة التشريعية والعطلة لك ادري ما اشبعت عطلات ويناقشوك قانون زيادة العطل، لكن العراق انترس عطل زين شوك تقصدون في الشارية يفهم شنو؟ كهرباء ما عرفوا يدبروه خلال 20 عام، يعني لو طفل مولود الان صاحب الثالث كلية حيب عليهم، ثم احنا نقع من خطأ الى خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم. احنا بدل ما تقبض راجنا وكهربائنا بإيران يتحكم بينا ودمرتنا، انه بربطه بالسعودية بربطه بالكويت بربطه بالأردن، لك ما تستحون. زين اي وين هاي اللي يقول عليها اللي اسمها هيبة الدولة؟ ها؟ تركيا وإيران سادين عليكم المي، ويطلع لك أبو الموارد المائية، ويطلع لك وزير الزراعة
يقول السبب التبخر هذا والحرارة لك شنو احتباس حراري ما تبخر كل الكرة الأرضية ما تبخرت أنارة بس العراق تبخر ثانيا جبناء ما يقول لك إيران تركيا ساقع علينا المي ولحد الآن خاضعين وخانعين لهم إيران يستوردون 40 مليار بالسنة دولار وتركيا أيضا 40 مليار دولار لك أخلفهم وألغي العلاقات وياهم أشد المنافذ أشد خط جيهان اللي راح إسرائيل بثمان دولارات تدري يوم تدري من دولارات البرميل وإحنا الآن البرميل بخمسة وثمانين زيان قنبيز أربيل هذا جاسوس إسرائيل الأول مسعود البرزاني جالس نبني 25 سدا ولن نعطي للعراق يعتبر نفسه دولة مستقلة قطرة ماء واحدة وبالنسبة للراتب ما تسمى بكردستان مثل هاي رجال يقول راتب فروق يخصداني كان يطوهم بالشهر 200 مليار هسه كان يطوهم 600 مليار والكويت جت هاي الجون زمن جد الحمو بحواية قامت تتحكم بالعراق قامت تقتص من أراضية وتقتص من مياهة لعنة الله عليهم أجمعين وشكرا جزيلا. شكرا شكرا لك أبو زينب. مشكلة أنه اللي موجود بالعراق مشاكل كثيرة. قضية العراق أنه لما نتكلم على أنه المنظومة الحاكمة هي منظومة فاسدة بالأساس وبنيت على أساس خاطئ. فأنت تخيل بيتك بنيته بدل ما تبني أربع حياطين باني ثلاث حياطين واثنين بهن أساس يقاوم البيت يوقع. ففعليا هو هذا اللي صار بالعراق. أكو مثل بالعراق أو كنا نعرفه أنه الجدر ما يقعد إلا على ثلاثة، بس اللي بالعراق قاعد على واحد، المحاصصة والفساد والمحسوبية. هاي المشكلة اللي تصير بالعراق. فتخيلوا انه هاي المشكلة ايش سببت وراها. قيسوا اللي دا يصير بالعراق من 2003 لليوم، شوفوا الوعود اللي هم نطوها شنو نفذوا من عدها، وراها تعرفون شنو اللي صاير بالعراق. نروح هسه الى استمرار أزمة متجددة بالعراق من فترة وهي أزمة الوقود. اليوم وصلت هاي الأزمة إلى محافظات العراق الشمالية. شركة المنتجات النفطية في محافظة نينوى أكدت أنه حصة المحافظة والمحافظات الغربية انخفضت من مادة وقود البنزين تحديدا بسبب خروج مصفى بيجي ومصفى قار عن الخدمة من 10 أيام. وأضافوا أنه مصفى قار رجع للخدمة وقالوا أنه إحنا نعطيكم وعود أنه سيطر على أزمة الوقود بأقرب وقت ممكن. مدن العراق الشمالية بها أزمة وقود جديدة اللي سببت ازدحام كبير قدام محطات تعبئة الوقود في الموصل وأربيل ودهوك. خلونا نشوف. ودهوك بانزينينا لي 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 كل دوك بانزينينا ورموس لبينا بانزين خانة تجينا شصدو بينجينا لي 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 وسلايما وصرنا الاوي صرايته وان زي دي خبات هي على صوتي بيستديو قال لي ندير نسكم زي دي خبات لين ندير وصلنا ما قلتيا حتى يستوصل بقى الزرباتي. يعني هذا الحال بالمحافظات الشماليه. اما هاي الازمه شفناها قبل حلقتين محافظه ديالى وحكينا عليها ببرنامج صوتكم. هذا الفيديو اللي وراي واللي راح نشغله بعد شوية هو من محافظة ديالة. لكن قبل يومين ايش قلنا؟ قلنا انه الحكومة تنطي تخصيصات من الوقود بس لمحطات التعبئة الحكومية. لكن اللي صار اليوم يعني بظرف 48 ساعة بس انه البعض من هاي البنزينخانات سدوا شغلهم وعزلوا لانه ما عندهم وقود نهائيا. فعلى شنو مفتحين؟ تعرفون شنو المصيبة هنا؟ ضفنا أعداد من البطالة للأعداد اللي هي أصلاً مو قليلة، حرمنا عوائل من مصادر رزقهم وزدنا الطين بلة. تعالوا نشوف سوية.
هاي حال المواطنين البازين يا ما تنظر هيك. بلد مثل العراق يتربع على بحر من النفط، الثاني أكبر بلد بالعالم بكمية الاحتياطي النفطي، هذا حاله سراوات على البنزين والغاز. ناس لما شافت هذا الفيديو واللي قبله علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من فيسبوك أحمد الحمدي يقول: ولا تنتهي أزمة البنزين ولا ينتهي تهريب البنزين من الموصل، البيع للمهربين من المحطات الأهلية. ضياء الجبوري: دمرت الموصل بكل أزمات المشتقات النفطية. وخليل الشيخ: كل ما يصعد سعر النفط عالميا تبدأ أزمة الوقود في الإقليم وغيرها. مروان سليفان يقول: لعد المن سوينا كوبونات بنزين وخبصنا نفسنا، طاحظ هيج حكومات أبسط متطلبات المواطن ما تقدر توفرها حكومة قشامر. هاي كان تعليق الناس على قضية أزمة الوقود اللي تصير في شمال ووسط العراق. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أول مرة أسمع كردي يغني من الساعة. نعم. سمعت كردي من الساعة يغني على البنزين، ماك أول مرة سمعنا في حياتي. نعم. ثاني شيء، الصومال هاي بصفنا قامت تبني أبراج. نعم. دالا قاعدين حلقة كل شيء ما عندهم. نعم. طلعوا لبرا ردوا قاموا يبنوا من بلدهم ابراج. نعم. واحنا طلعوا لبرا قاموا خلوا الكويت مقصر باعوها على الكويت. نعم. انا عكس المطلب، عكس الدول، عكس المواطن العراقي يؤمن بدوله تحميه حقوقه، ليش يؤمن بها؟ ساعه الشرطي بصوله، ساعه الشرطي بصوت المواطن. والله هاي مو دوله، هاي مهزله والله. مهزله، لا هو محافظ شايخ على شايخ على دوله. هذا ليه السودان يقدر يسوي دولة على حياته؟ نعم. ويطلع السارة طولات هذا ما بايق اللي ما بايق بايحه. لك محافظة ذبه بالسجن صار صدام يودي لهم مالك صدام طاقة كذي كان يودي للشرطي صوت المحافظ. وانت صدام محافظ يا ناحية بيعرفك وسنتك. نعم. يستلم المواطن 40 مليون ليه تتمن عندها وطن وعندها ولا تحميها. تحمي ترابها، ليش تأمن؟ هاي 23 سنة جزاء لكل العراق، جزاء حتى بالخاصة بعد ما تولى العراق. نعم. مشكورين. شكرا، شكرا لك أبو علي. نروح إلى قضية هي مأساة، لأنه قلت لكم بعض المنظمات الأهلية والحكومية تركز على الخطوط الجوية وعلى المطار وعلى المنفذ الرئيسي للبلد حتى تقيم واقع البلد، لكن الواقع اللي دا يصير داخل الخطوط الجوية اللي تعمل بالعراق كافة مو تحديد وحدة هو مأساوي ومزري بكل معنى كلمة. وثقلنا أحد المسافرين بالعراق حال المسافرين على متن طائرة تتبع طيران فلاي بغداد اللي يملكها السيد عمار الحكيم، بسبب أنه عدم تشغيل المكيف بداخل الطائرة، واللي صار أنه أغلب الركاب والمسافرين حاولوا يخففون من درجات الحرارة العالية ولزموا الأوراق أو التعليمات اللي موجودة قدامهم مهفة حتى يهفون. تعالوا نشوف. مهفة. هاي مهزلة. بس تردون اللي ضحك؟ اللي ضحك اللي راح تشوفوه هنا بهذا الفيديو. دب اي سمعتوني صح، دب يتسبب بتأخر رحلة تتبع طائرة إحدى الطائرات اللي يملكها أو تملكها الخطوط الجوية العراقية، شحنة من مطار بغداد الدولي إلى مطار دبي، مشحونة على متن طائرة تتبع الخطوط الجوية العراقية. من ضمن هاي الشحن صندوق مخصص لنقل الحيوانات، ومن ضمن الشحن وخلال فترة الطيران الدب أصيب بنوبة من الخوف والفزع فكسر الصندوق. لما
نزلت الطيارة لاحظوا عمال الخدمات الأرضية أنه صندوق مكسور. استدعوا دكتور بيطري ولجان وغيرها، خدروا الدب، يلا قدرت الطيارة ورا ساعتين تقلع. خلونا نشوف. اليوم على الخطوط الجوية العراقية راجعين من دبي إلى بغداد، صعدنا كل المسافرين بالضبط متواجدين من دبي إلى بغداد. صارنا تقريبا تأخرت الرحلة ساعة، ورا ما تأخرت الرحلة ساعة اجونا هسه يقولون اكو دب كان بالطيارة بالقفص وكاسر القفص وشارد. يعني الدب يشرد من قفص، لكن وين صايرة هاي؟ ولازم ننزل حاليا وبعد تقريبا من عرب جد لازم نرجع للصالة، ورا ما نرجع للصالة نرجع دور دبي اللي جاي، نرجع للطيارة. يعني الحد يقولون من كفى الدب، ولازم الدب لازم ننقل على هاي الطيارة العراقية حتى نروح للعراق. شنو الحل؟ نترك العالم باحة قاتل الحر قاتل الصيف. طرق السلامة وين؟ شلون صعدتوا إذا صندوق مثلا؟ اكو طرق لنقل الحيوانات، تعلموها دوروها. تخيلوا مشاهدينا الكرام، احنا بال 2023 والعراق ميزانياته الانفجاريه وعلى مدى سنوات، واللي لو نطوها لاشخاص عراقيين همهم البلد والشعب كان فلشوا كل شيء ورجعوا بنوا البلد من جديد. لكن الحال عكس هالشيء تماما، لهذا عندنا مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي راح تشوفوه الآن. هذا مطار بغداد الدولي يوثق تأخر الطيارات على المدرج أو على المدرج بمطار بغداد الدولي. ليش؟ لأنه المطار ما بغير مدرج واحد بس، والطيارات والطائرات تتبع الخطوط الجوية العراقية يلزمون سرة وينتظرون دورهم على بوابات نزول المسافرين. لكن الملفت بهذا الفيديو واللي أثار ردود فعل المعلقين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هو حال المطار المزري واللي شبهوه بالصحراء حسب توصيف المعلقين على الفيديو. خلونا نشوفه. وراها راح تطلق لنا طيارتين عالية. شوف هسه هاي الطائرة عم تسحبها البشباك. هني في الانتظار حتى يروح عند الجيت. بس تحركت الطيران العربية والطيارة تنام بانتظار إطلاعها حتى يتحرك. بس إذا ينتظرون البرمشن من برج المراقبة حتى يتحركون. هذا المطار اللي بنى في سبعينيات القرن الماضي أو في ثمانينيات القرن الماضي، إذا متلاحظون أكو خراطيم تقريباً 12 واحد شغلون فتحوهن، نظفوا الصالة وشغلون، ترى ما يطولن دقيقة. بس الحال هو العكس، مشغلين لهم واحد اثنين، هو حال أي مؤسسة حكومية بالبلد. فكانت هاي الفيديوهات اللي تنتشر، هذا الفيديو بالذات الناس علقت عليه هواية، ولهذا جبنا لكم بعض التعليقات عن هذا الفيديو بالذات. العراقي على فيسبوك يقول هذا مطار بغداد هيك المدارج مالته تراب، الواردات وين قاعد تروح؟ الخاطر الله عايش. مواقف التاكسيات بدول العالم احلى واجمل من مطار بغداد، ما يفيد الحكي، هذا البلد خيراته بيد السراق، ما يصير براسه خير الى يوم القيامه. ابو علي الكرخي، هسه يطلعون الموظفه مو خوش ادميه، ليش تصور ويحيلوها للتحقيق وينسد الموضوع وبالتالي يطلع ارقى مطار بالعالم. ومجيد الحلفي يقول شنو هالصحراء وين بالربع الخالي؟ ولكم ايش قد بكتوا ونهبتوا ما عرفتوا تحطوا لكم كم شجره لو ثيل من الله يسود وجوهكم. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية مطار بغداد الدولي والفيديو اللي نشر اللي دا يحكي على السرة وعدم تشغيل المطار بقدرته الاستيعابية الكاملة، لكن الناس انتبهت على غير شيء. أبو علي من الديوان من عفوا أبو عمر من الناصرية، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ أفن، هلا بيك يا الغالي، تفضل.
وياك ابو عمر من الناصرية، يعني شلونك؟ والنعم منك ومن اهالي الناصرية، هلا بيك اخوي تفضل. طبعا بالنسبة هذا مو مطار. نعم. هذا يعني الوطن هذا اول المطار نعرفه المطار واجهه نعم معني كذا فهد نعم شو حاطه يعني دول يعني الاحزاب وين راح يوصلون دول هم الاحزاب فجاه قلت كل بلاد انتم هذا السفير او حضره السفير راح بالعاده اليابان عمي يا السفير هذا كيف انتم ما تسعون ما تخدمون وعيب عليكم نعم لانه شكرا لك ابو عمر. وصلتنا على رقم مخصص من قناه الرافدين تحت مسمى انت ترى الفيديو التالي واللي طلعوا به مهجرين على الطريق الخاص بالمدينه السياحيه غرب مدينه الفلوجه في محافظه الانبار، وهم جاي يناشدون الجهات المختصه اللي لهم علاقه بالموضوع ان يتم توفير محطات من اجل تصفيه وتحليه المياه بسبب التلوث اللي صاير عندهم بالمياه، وان يوجدون حل للمشاكل اللي عندهم وينهم معاناتهم واللي استمرت السنوات. خلونا نشوف سويه. ناشد ذكرى شو اسمه ست تبارك والمنظمه اشاعه العمل بين اطفال كتلع عطش، وبس نريد من ذكرى ست تبارك نريد تصفيه وتصفيه مال المي، لان هنا بس مي وسخ تايجينا، فنريد تصفيه من المحسنين جزاهم الله خير. والله العظيم اطفال كتلع العطش يعني حيل مضغورين، وهنا مي ماكو، لا نروح نشتري من الفلوجه لو ماكو. هذا حال اطفال العراق في بلد الرافدين، بلد نهري دجله والفرات، عطشانين ورا ما جفن النهرين. هاشتاج حل نقص تخصيصات دفعة 22، وسم تصدر ترند العراق بمطالبات خريجين مهن الطبية والصحية اللي صار لهم أشهر ما بين تظاهر ما بين اعتصام ما بين مطالبات، طلعوا على الإعلام نشروا مظلومياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب، والعالم جاي يشوف ويتفرج وبس. هذا الوسم من كتب وأنشئ بسبب أنه هم يردون يطالبون بإنصافهم وحل مشكلة عدم توفير درجات وظيفية لهم، وجبنا لكم بعض التغريدات عن هذا الهاشتاج. هدي القادر الجشعمي غردت على تويتر: الدولة هي حامية القانون وهي من تنفذه، ونحن نطالب بما تم إقراره لنا وبكافة حقوقنا أو حقوقنا المشروعة. حسين: نطالب بحل نقص الدرجات، كون قانون التدرج كفل التعيين للجميع ومخالفته تعد ضربا من الضرب للقانون. علي عمر: ابن السوداني هم يتظاهر ورا ما يتخرج؟ نطالب الجهات المعنية السيد وزير الصحة ووزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري وحل القضية وتوفير الدرجات اللازمة، فإن الصبر قد نفد. أما أمير السلطاني: سنة كاملة قضيناها في المطالبة بما هو حق لنا، عدة مرات خرجنا للتظاهر، أسابيع وأشهر في قلق وترقب وانتظار، فمتى الاستجابة؟ كانت هاي التغريدة والتغريدات اللي سبقتها على هاشتاج حل نقص تخصيصات دفعة 22 ومطالباتهم بتوفير درجات وظيفية لهم. رسالة وصلتني إلى الواتساب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك أستاذ أفل. نعيش في العراق حالة من الانفلات الأمني والأخلاقي والاقتصادي،
والسبب هي أمريكا التي احتلت البلد وسلمته لشلة من اللصوص وقطاع الطرق الذين أغرقوا العراق بالمخدرات والميليشيات. والله يا أستاذ العراق انتهى ونحن نعيش الآن في حياة البرزخ. أخوك أبو محمد من بغداد، حياك الله. شخص كاتب لي أو راسل صورة إلى برنامج الواتساب وقاعد يكتب عليها ويريد يشرح عليها. أخوي العزيز إذا لاحظت أنت ترى نشرنا عندك رقمين أسفل الشاشة يمل أخبار الشريط الأبيض، آخر نافذة أنت ترى بها رقمين، سجل أي واحد من ذني وارسل إلى نافذة أنت ترى وتدلل إن شاء الله تنشر. ورسالة أخيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم قناة الرافدين الفضائية ولكل الكادر العامل في هذه القناة. شكرا جزيلا لك أخوي العزيز. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم لهذا المساء انتهى، نتمنى أن تكون حلقة اليوم نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، باكر في أمان الله.